من يستخدم العنف ومن يرغب في مواجهة الجيش، أعتقد أن هذه القوة التي رأيناها اليوم في القوات المسلحة، إعادة منظومة الصواريخ في ليبيا، أي أنه قادر بالفعل على حماية الحدود، الدفعات في كل الأركان العسكرية، أي أنه قادر بالفعل على أن يلتزم بواجباته في إطار المخابرات الحربية والاستخبارات العسكرية، في إطار الشرطة العسكرية. يعني أصبحت منظومة حقيقية تكونت، تشكلت، وأعطت فرصة حقيقية ودليل واضح على أنه مؤسسة وطنية في دخوله في مشروع توحيد القوات المسلحة الذي ترعاه مصر، والآن أصبح يعني على وشك أن يوقع هذا المشروع، ولا أصبح على وشك أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ متى انتهت اللجان الفنية المختصة بتشكيل أو بصياغة هذا المشروع. كل هذا دليل واضح على أننا اليوم في مرحلة جديدة.